التمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل معايا. معاك عمر من العراق. عمر شيعي من العراق. نعم. نعم مسلم إن شاء الله، مسلم شيعي. طب أنا قلت لك حاجة، أنا أقول لك شيعي، قلت حاجة. نعم. حضرتك الآن أنت أتيت بالرواية، الآن أتيك بنهج البلاغة. حضرتك عارف سؤالنا إيه؟ أنتوا معي؟ أي نعم. إيه سؤالنا؟ لسه ما قلتش السؤال على فكرة. أنا كل ده بشرح. الآن حول موضوع خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم. إني لكم وزيرا خير لكم مني أمير. صدق الإمام أم كذبة؟ نعم الآن أطلع لك الرواية الآن، نهج البلاغة. طب ما احنا طلعنا الرواية على الشاشة وقريناها للناس، أنت لسه داخل حضرتك؟ لا 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 أنا طلع لك هذه المصدر أخي العزيز. طب ما والله طلعناها بالمصدر والله. الآن يعني إذا تسمع لي أقرأ لك الرواية وأناقشك بها. ممتاز، عايز تناقشني في كل جزء في الرواية أنا تحت أمرك. أخي العزيز الآن أنا عندي كتاب نهج البلاغة شرح محمد عبده. ليش دعوه بشرح مين؟ احنا عايزين كلام الامام، مش عايزين الشرح العلماء وشرح المحدثين وشرح ال كلام الامام. اخي احنا عايزين كلام الامام بس. نعم. خلينا في كلام الامام. انا طلع لك صفحه 158. تفضل يا فندم. الخطبه 92. تفضل. الان اخي العزيز هذه الروايه منقوله عن تاريخ الطبري حوادث سنه 35 الجزء الرابع صفحه 427. إذا هذا الكلام مقول في كتبكم أخي العزيز. ممتاز. ممكن بقى تقول ورايا أستاذ عمر، لعن الله من نسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين في نهج البلاغة. تفضل. لا أخي يا سعاد ليش نلعن حضرتك جاي تقول لي هذا الكلام في تاريخ الطبري، يعني حضرتك جاي تقول لي ده مش كلام أمير المؤمنين، بعد كده بقول لك العن من نسب هذا الكلام الى امير المؤمنين في نهج البلاغه، تقول ليش العن؟ تعالى نناقش. طب ما تناقش من البدايه وبطل يعني الملخصات العلميه الجامده. تمام وانت اخي العزيز. الله المستعان يا عم الحاج. يا عم الحاج هذا الكلام، يا عم الحاج هذا الكلام في كتبه. انا بسالك هذا الكلام من خطب علي بن ابي طالب في نهج البلاغه نعم ام لا؟ أخي العزيز الآن متن الرواية منقول في تاريخ الطبري. يا عم منقول في أي كتاب كان. أنا بسأل سؤال. الشيعة وأعبت على الكلام. أنا بسألك سؤال. أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الكلام من كلامه علي نعم أم لا؟ يعني الآن ماذا قلت لك نعم هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يا عم من تاريخ الطبري. أنا بسألك سؤال، هل هذا الكلام من كلامه علي نعم أم لا عندك في الكتب؟ جاوب بسرعة. من كلامه؟ لا مش من كلامه. لا المفروض تذكرني هل هذه الرواية اللي نقلت هذه الكلام يمين صحيحة أو غير صحيحة؟ أنتوا حاجة عندكم حاجة في دينكم صحيحة؟ يا راجل يا طيب أنتوا عندكم حاجة في دينكم صحيحة عشان تقول لي صحيحة ولا غير صحيحة؟ يا أنت يا أخي لا تعرف أنا وسألتك أصلا طلع لي سيرة علي صحيحة مش هتعرف تطلعها، طلع لي سيرة النبي صحيحة مش هتعرف تطلعها، أنا آخر مرة بسألك هتناقش في الرواية على إنها كلام علي نعم أو لا؟ عشان بس ما أطولش معاك. تفضل. والله انت جاي تتهرب يا اخي العزيز. الان انت ليش نسبت هذا الكلام انه في مصادر الشيعه؟ ما هو موجود في مصادركم. طيب ليش انا بسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك، قول لعنه الله على من نسب هذا الكلام طيب. الى نهج البلاغه لامير المؤمنين. والله احنا بدينا ما كنا عن وسب، احنا ما نقدر، انتم موجود في البخاري موجود السبي ولا؟ روح نام. روح نام الله يصلح حالي. مش ناقصاك ده، ما فيش يعني، اصل الروايه موجوده في تاريخ الطبري، هذا الكلام موجود في تاريخ الطبري. يا اخي احنا مش بنتكلم موجود فين؟ عندكم كتاب ونهج البلاغه كلام فوق كلام البشر ودون كلام المخلوق، مش موضوعي.